تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح الدنيا والدين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونور. يقول هل النبي توفي بسبب الشاة المسمومة؟ لا، الشاة المسمومة كانت في سنة 7 من الهجرة، أول سنة 7 من الهجرة، ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أول سنة 11 من الهجرة، يعني بين أكل الشاة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي ما أكلها، لفظها، يعني مدر علاجها النبي صلى الله عليه وسلم لفظها، ثم سألها قال هل وضعت فيها سما؟ قالت نعم، اليهودية. فلكن الرسول يقول ما زلت أجد أثره، أثر السم، لكن لا، ما مات بسبب السم، وإنما مات موتة رب سبحانه وتعالى، يعني أراد الله أن يموت في هذا الوقت، لكن أثر السم كان يجد طعمه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بسبب 4 سنوات. حتى سألنا الأطباء وكذا، يعني هل يمكن يبقى السم مؤثرا لمدة 4 سنوات؟ قال لا يمكن، خاصة إذا قلنا النبي ما أكله صلى الله عليه وسلم، لفظه، صعب جداً.